دي حبيتها هواية فأخدتها اتقان، وبعد الاتقان دوت ان انا اخدتها ان انا عايز ان انا اشتغل فيها، اذا كان في بيع وشراء او في الصنعة. هي مهنة بتدي لك في كل حاجة، ان انت بتتعلم كل حاجة، بتتعلم اشكال جديدة، بتتعلم ان انت ازاي تصنع الحاجة ديت، وازاي ان انت تشكلها، ازاي تخلي اللي قصادك او الزبون اللي قصادك ان هو يحبها. ان كنت مثلا ان انت هتبيع له حاجة، ازاي ان انت تخليه ان هو يحب الشكل ده، والشكل بتاع الزبون اللي هو عايزه انت بتعمله له، بتعمل له الشكل اللي هو عايزه، مش قول الشكل انت بتاعك انت وتبقاه له وخلاص، لا، الشكل اللي هو عايزه. مفيش ولا واحد يقدر ان هو يقول لك لا بس ده انا متعلمها، لا، اللي يقول لك انا متعلمها دوت وخلاص ومش محتاج حد يعلمني يبقى دوت مغرور. لغايه لما ما لا نهايه تفضل تتعلم، مش هتقول لا. انت مثلا طلبت خاتم بعمله لك، طلبت شكل حلق بعمله لك، يعني على حسب الشكل اللي انت عايزه، حاجة مكسورة بجددها لك، حاجة انت عزيز عليك ومش عايز تبيعها فبجددها لك، بقدر ان انا اخليك ان انت تحس ان هي جديدة والصنعة ديت ما ماتتش معاك. شوف عايز تعمل ايه، تعال الاتنين دلوقتي. في حاجات تلاقي جديد جدا، يعني ممكن الحاجة اللي احنا كنا بناخدها في ساعتين دلوقتي ممكن بتعملها في 5 دقايق. الاول خالص كان في انواع كتير جدا بتعملها بايدك، ان كان مثلا ايه 10 حلقان مثلا كنت بتاخدهم في يوم، دلوقتي ممكن 10 حلقان بتاخدهم مفيش، ما تكملش ساعه عشان المكن الحديث اللي نزل. في مكن اللي هو يعني حاجه زي ما انا بعملها دي بدائيه، اللي انا بعملها بتاخد معايا وقت، لكن لو المكن مش هتاخد وقت. عندي ولدين وبنت حببتهم فيها وهم حبوها، هم حبوا المهنة، هم كل واحد شق طريقه فيها، فزي ما انا شقيت طريقي فلازم ان هم يعتمدوا على نفسهم زي ما انا اعتمدت على نفسي. تفكير هم بيبصوا لحاجة حديثة وبيبصوا لحاجة لقدام، انا طبعا بتعلم منهم دلوقتي.